المزمور 20. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، وليحمك اسم إله يعقوب، ليرسل من مقدسه إليك نصرة، وليكن لك من صهيون عضا، ليذكر جميع تقادمك ويستطب محرقتك، ليعطيك على حسب قلبك ويحقق كل مقصد لك، لنهلل بخلاصك ونرفع الراية باسم إلهنا، ليحقق الرب جميع طلباتك. الآن علمت أن الرب يخلص مسيحه، من سماء قدسه يستجيب له بمآثر يمينه الخلاصية. هؤلاء بالمركبات وأولاء بالخيول، أما نحن فاسم الرب إلهنا ندعو. هم ترنحوا وسقطوا، ونحن قمنا وانتصبنا. يا رب خلص الملكة، واستجب لنا يوم ندعوك.